من جديد مرحبا بكم في حال البلد. امبارح البرلمان اجاز القانون بتاع قوات الدعم السريع، وبلا شك هذا القانون يضع قوات الدعم السريع يعني في وضع جديد. انا سعيد للحوار حول هذا الوضع الجديد وحول ماضي هذه القوات، سعيد بالحوار مع سعادة اللواء محمد حمدان الشهير بحميدته قائد قوات الدعم السريع، وهذا الحوار حيبدأ بشخصه ونجي للقوات وتاريخ تشكيلها والإشكاليات المثارة حولها ومستقبلها. سعادتك مرحب بك. مرحب بك، بارك الله فيك. تحية للمشاهدين والتحية للفريق العامل، تحية لقناتكم. وجاهزين للحوار إن شاء الله بعد هذا التقرير الذي يطلع على الموضوع ونعود إن شاء الله. ما أن يتحدث الناس عن انحسار التمرد في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى تبرز إلى السطح سيرة قوات الدعم السريع، سيرة يرى البعض أنها عامرة بالمنجزات في ميادين القتال، ذلك أنها أسهمت بجانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في حصر التمرد داخل نطاق ضيق. وما أن يتذكر الناس كبرى المعارك في دارفور حتى يستعيدوا سيرة معركة غوزدانغو التي تمكنت خلالها قوات الدعم السريع من إلحاق هزيمة كبرى بقوات العدل والمساواة التي فقدت وفقا لبعض قادتها أكثر من 192 عربة من أصل 205 عربات في تلك المعركة. الثابت أن ظهور قوات الدعم السريع لم يكن حصرا على ميادين القتال وحدها، فقد نشطت مؤخرا في مكافحة تهريب البشر والهجرات غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا، وذلك بعدما هدأت الأوضاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ما جلب بحسب كثيرين الرضا عن تلك القوة من قطاعات كبيرة ومنها بعض الأعضاء الفاعلين في الأسرة الدولية. ولكن الثناء الذي حازت عليه قوات الدعم السريع لم يخلو من بعض الانتقادات في أحيان كثيرة، فقد علت بعض الأصوات حتى داخل الحكومة نفسها بضرورة الانتباه إلى التجاوزات التي يقع فيها بعض منسوبي الدعم السريع على نحو ما حدث في ولاية شمال كردفان التي قام واليها أحمد هارون في العام 2014 بترحيل تلك القوة من ولايته بعد حادثة مقتل أحد المواطنين على يد أحد منسوبي الدعم السريع. الآن وبعدما أصبحت قوات الدعم السريع تتبع إلى القوات المسلحة بناء على القانون الذي أجازه البرلمان، كيف سيكون مستقبل تلك القوات؟ وكيف سيتم التجنيد لها؟ خاصة أنها متهمة بإنتاج الجهوية في تنسيب الأفراد إليها، وهل ستتم محاسبة أفرادها وفقا لقانون القوات المسلحة أم بناء على القانون المجاز مؤخرا؟ وهل سيتم إدماجها في القوات المسلحة أم ستظل جسما منفصلا؟ وإلى متى؟ من جديد مرحبا بكم. أستاذ حميدتي، البداية قبل ما نتكلم عن قوات الدعم السريع حقه نبدأ بك. أنت تاجر والآن لواء، في ناس كتار جدا بيقولوا التاجر بتاع الإبل أجابه بقاه الإبل شنو كده. أحكي لنا قصتك من تجارة الإبل إلى لواء وقائد لقوات الدعم السريع. بسم الله للمرة الثانية، أنا والله سعيد جدا باستضافتكم وأتمنى لكم التوفيق للغناء، والتحية زي ما قلنا للفريق العامل، والتحية أيضا للسادة المشاهدين أولا وآخرا. طيب، أنا محمد حمدان دقلو موسى من أبناء شمال دارفور ومواليد شمال دارفور، والآن بسكن نيالة من 84. حميتي شنو؟ حميتي ده لغب. قمت لقيته؟ قمت لقيته لغب. ده أقدر أجاب أنه غير قمت لقيته داري ما عندي قدام. فأنا بديت الحمد لله التجارة من طلعت من الدراسة من 91، وواصلت في العمل التجاري. تشغل شنو؟
والله شغال تجارة عامة تقدر تقول. نحن أصلا تركيزنا يعني تجارتنا كلها في الماشي والقماش. من ودي إبل لليبيا وبنجيب قماش مرات وغود، لكن أكثر يعني تركيزنا قماش. فلغاية 2000 وفي التجارة لغاية 2003 أنا عندي بالمسافرة ماشي ليبيا، عندي أقربائي 2 كانوا في حرس الإدارة الأهلية، مشوا وصلوا ليبيا لكربتهم. وطبعا الممنوع ما بخش ليبيا، بيجوا راجعين من الكرب، أي حرس بيجي راجع من الكرب. فنحن جينا ماشيين في الطريق لقينا الناس ناهبين المواطنين في حتة اسمها راهب متمردين لقينا ناس الجيش زي 6 عربات أو 7 عربات واقفة، ومشينا الكرب طوالي. أنا مشيت كلمتهم قلت لهم يا محمد ويا أقوب ما ترجعوا بالطريق ده، أرجعوا بالبصات بدنقلة، لكن لو رجعتوا بطريقكم تاع الكرب بطريق راهب انتوا حتنضربوا. والله قعدت معهم زي 2 ساعة وانا بحنس فيهم لغايه بتاع الجوازات. قال لي اسمع، والعربيه حقتهم مدوره وعرباتهم مدوره. جو هالنديل بتاعنا سرف عمره حوالي العربيه دي حوالي 40 نفر او كم 40 نفر راكبين في العربيه التجاريه جايين من ليبيا. فهم اتفقوا معهم انه يمشوا معهم، جاي رحبوا بهم وكده لانه ناسهم ويعتبروهم حرس وكده. فقلت له يا اخي حتنضربوا. لغايه انا بتاع الجوازات قال لي يا اخي لو عايز تمشي ولا ترجع 2، لكن ما توقف العربيه اكثر من كده. فانا قلت لهم اخر حاجه يا محمد حريبات، انت حتموت وتقتلوا معاكم الناس دي، السلام عليكم. مشيت اليوم الثاني ضرب لي الديزل من طبعا احنا بنرفع برضه لمسارات، عندنا شغل بنرفع من ليبيا من الكفره لمسارات. الحمد لله تجارتنا كانت واسعه هناك. فضرب لي خالي عبد الله قال لي يا اخي عندي خال اسمه عبد الله قال لي يا اخي كده وحاول صبرني انا لله. قلت لي يا اخي انت محمد حريبات ويعقوب كتلهم؟ قال لي كتلهم فعلا، يعني استشهدوا الناس الاولاء الاثنين، واستشهدوا معهم زي 5 من السبعة من تقريبا 7 من الناس العربية. وخلاص العربية تحركت وصلت وهم استشهدوا. بعد ذلك بيجوا حاولوا، هم نفس المتمردين طبعا، نفس الناس المتمردين دي. فكانت في سوريا لأول مرة يكون في سوريا واضحة وتكون والنهب بعربية، لو كده كانت نهب بالجمال طبعا. فطوالي طبعا ما عندنا حاجة في يدنا، احنا ما عملنا حاجة، ما كان في يدكم سلاح؟ لا ما في حاجة، ما في مش يدنا احنا. حتى سلاحهم ذاته هم ما كان بيغلبوهم، لكن السلاح كان قديم. بعدين السلاح كان قديم والظاهر ما نضيفه كده. لو هم كان عندهم سلاح فاعل كان ضربوهم، لأنهم ما عارفين أنه العربية شنو فيها. ضربوا منهم واحد طبعا أول مرة أو 2، لكن ما عارف أنه العربية فيها سلاح وكده. فبحددوا العربات عادي طبعا. أي عربية شوف، أنا جيت طليت من 91 من 91 لغاية 2003 أي عربية خشيت مليت منهوبة. أي عربية خشيت الحمرة منهوبة. أي عربية خشيت الطينة منهوبة. وغالبا الطينة بتجي العربات التابعة لهم منهابة ما كثير. كتب منهوبة، 3 جمارك طبعا فتحت بعد ذلك. جمارك مليت، لا جمارك مليت أصلا موجودة، جمارك كتب وجمارك الطينة. فالنهب دائما مركز في الحمرة مليت كتب. بعد ذلك أنا طوالي قم كشكشت حاجاتي كلها اللي عندي هناك في ليبيا، عرفت الموضوع ده بايظ. ثاني خلاص الحكاية ما حتمشي. طوالي شلت أنا جيت بديت أشتغل لمصر. نصر غيرت مصر. قلت لهم يا أخوانا جمعتهم كلهم رغم أن الناس أصغر منهم سنا. قلت لهم يا ناس هوي منو ذي الجماعة؟ ذي الأهلي كلهم، الناس التجارة معاي كلهم. حتى هم من وين؟ الأهل يعني كلهم أهل. لا يعني قبيلة شنو كده؟ لا الناس ناهلنا يعني واحدين أقربائي أخوالي من وين يعتوا قبيلة أنتو؟ ونحن ما رزيقات طبعا، رزيقات لكن مش رزيقات يعني كل التجارة شغالين معانا. قلت لهم يا جماعة أي ذو داري يفقر اللي يشتغل في الطريق ده حتفقروا تعليبي ده وحتدخلوا الناس في مشاكل. فعلا أنا الحمد لله وقف ومشيت اتجهت مصر. مصر ذاته قفلوا لنا في الأخير طبعا. مصر برضو قفلت لأن بيسافر ليبيا بيتحد، فبيقوا هم شنو السيطرة، لكن قبل مصر عشان يمشي مأكل حقات ليبيا. طوالي جماعتنا دي الكشكش عندهم 3000 راس قيموا دفعة واحدة. أنا عندي ود عمي قريبي ناس أعمارهم كبير، هم 3
يعني أعمارهم في 70-65 ما أقل من كده. معهم شباب برضو من أولادنا. أنت في كم كده؟ أنت كم؟ في شنو بالعمر؟ العمر. العمر أنا 41 هسه. 41. أيوه. فقلت لهم يا إخواننا ما تمشوا. قدرت محاولتهم قال لي يا أخي إحنا متوكلين وماشيين وما في. أنت عارف هاي الناس الصعب شوية فمشوا. النادي كلهم قابلوهم في العطرون. طبعا لازم يمسكوا في العطرون. مويه ما في. شربوا في العطرون ثم تاني الكرب. فطوالي اللي بلدي كلها ساقوها. والنادي ساقوهم. ودوهم الكم 70 فيها ناس من الكردفان وفي كلهم ودوهم ضربوهم في حته واحده مجزره واحده. وبعد ذاك ما قدرنا نعمل حاجه طبعا ما انت ناس النادي عندهم عربات وعندهم امكانيات وكده. حاولنا نفزع شاورنا كم مره لكن الناس فشلت في الفزع. وقد ذاك بتذكرني عندي عربيه واحده حقتي وتاني ما في عربات. حاولنا نأجر عربات كبيرة فعربات كبيرة رفضوا. فخلاص وقفنا الناس. بقت تضايق الحكاية طبعا. قفلونا طريق الفاشر. قفلونا طريق زالينجا. الجنينة. عربي ما بسافر. عشان نبقى واضحين يعني. حكاية طبعا تمت كده. عشان ما نقدر ندزدز وكده. لا لا لا. حكاية واضحة. خلينا نكون واضحين. كويس؟ نعم. لو بتتذكر نزلوا الطلبة طلعوهم جبل مرة. الكلام ده 2003. الكلام ده 2000 لا الطلبة نزلوهم 2005 تقريبا. كويس؟ أي عربي راكب عربية بنزلوه. أي عربي راكب بس بنزلوه. الحكاية استمرت من 2003 لعند 2006. يعني بس أنت عربي ينزلوه؟ عربي ينزلوك طوالي. طوالي تنزل. ما يعني عسكري ولا كده، لا لكن لغاية 2006 بقوا يفرزوا. طبعا 2006 خلال الحكاية تغيرت الموازين اتقلبت كويس. هم طبعا حسبوا حسابات حكاية العرب دي ما حسبوا نهائي تمرد انه من ثلاثة قبيلة وما حسبوا ان العرب دول افتكرهم بس ناس يعني زي ما بقولهم رحلة الشتاء والصيف. لكن طبعا احنا ضيقنا نسوي شنو ما في بديل في النهاية جينا الحكومة. انا شخصيا جيت انا ما جيت جابني جيت وزير الدفاع في ناس لا ما وزير الدفاع أنا جيت للأجهزة الجيش لكن ما جيت لوزير الدفاع. الدفاع وزير الدفاع السابق أنا الحالي. الحالي نعم. الحالي جيت الحالي الدفاع نعم. الحالي. نعم. فبقينا شنو؟ تجارتنا وقفت. الطرق مقفولة بالنسبة لنا. الاستهداف علينا. فلقينا أقرب لنا ناس حكومة. أنا اتصلت عليهم. وقال لي من أعرفك من الجماعة قلت لي جماعة منهم والتعيبين أنا ما منهم قال لي ها قلت المهم بعد ذاك الحمد لله أنا وصلت وبدت بعض الحاجات وكذا. أنا طبعا الحمد لله بديت صح من بدايتي بديت صح ما بديت غلط. كيف يعني أنا بديت عندي عدو أنا عندي عدو بس العدو ده غير عدو أنا ما عندي شغل ما سياسة ولا كذا لا السياسة دي خليكم أنا ما سياسة ولا بدور السياسات لكن حتى العمليات ما فيها إخفاقات وفيها يعني تجاوزات أنا بس العدو ده. أنا من جد قعدت قدامه هنا قلت لهم يا أخي إحنا عندنا عدو ما عندنا زور غير العدو إحنا عندنا عدو نطلب العدو. فعلا بدينا الحمد لله كانت نيالة حاصرت ميم نيالة دي بس عندنا طريق قد الفرسان فاتح تاني ما عندنا طريق فاتح كل الطرق مقفلة خاصة ضواحي نيالة شنو دي كلها مقفلة وخلاص الناس كلها ضيقت طبعا أي ذول بعد تاني بقى شنو طريق التخارج. فبعد ذاك الحمد لله قمنا وفي الدفاع الشعبي وفي حرس الحدود وكده والحكاية جاطت. قلت شنو يعني سويت شنو؟ جندنا جيت الخرطوم طوالي جيت الخرطوم وتجندنا في القوات المسلحة تبع حرس الحدود والاستخبارات وبدينا شغلنا طوالي في العمليات ضد الوداع 2000 2003 لغاية 2006 2006 أنا جاني حبة خلاف معهم مع ناس حرس الحدود لا مع ناس الاستخبارات ذاته حكاية ما ماشية تمام يعني يدوروا وقت الحوجة كده لو يعني حسب كده. قلت لهم يا اخي شغل كده يبقى احنا والله نبقى ناس عساكر وناس بندي واجب ونحن برضو دورنا مقدر ولا كمان يدور شيء في شارعه ما كده ما بتبقى الحكايه دي يعني انت تدورني وقت ما حوجتك لي وقت تبكني عكس الهوا كده يبقى
فاختلفنا اختلفنا عادينا طبعا جيت قلت لي يا اخي عشان اكون واضح معك قلت لي يا اخي انا دخلت الحكومه عن طريقه جد نمنو هذول الاول زوجيت له كويس خليك واضح فانا الان من الليله اعتبرني انا ما معك عشان ما تقول غشيتك وان الله لا يهدي كذا الخائنين ولا خنتك ولا كذا انا من الليله ما معك قال لي علي الطلاق لما الخو البني بينك دخلك الكركون قلت له الله يتحر بعد ذاك يا هم مشينا مشيت عندي حاجات كده بسيطة بعد ذاك تاني حسبنا طبعا عندنا مثلا بقول لك كتالي ابوك ما يبقى اخوك فالناس دي لان احنا مهما كلف ما بنتفق بزاد التمرد يعني اقصد المواطن كلنا حاجة واحدة فبعد ذاك تاني جينا راجعين وقعدنا وزي ما بقولوا وقعت الفاس في الراس بقت وطبعا ما في كلام كثير زي الاول امبارح في الحوار بتاع اخوتنا ابن خير بسمو شنو بتاع قناه الخرطوم في واحد اسال انا اجي عن كلامه زي اللي بيتكلم ده مره يقول انا والله بحترمه وبحترم رايه ورغم انه ذول قال كلام وطني وكذا لكن قال فيني انا كلام انا ما زعل اللي كلام اللي قاله والله كلامه كده انا امشي بعد ذاك رجالي ما فينا ظنه مراي طيب حرس الحدود ده بالمناسبه لو لقري ايه كان ما في تمرد التمرد انتهى اصلا احنا التمرد انتهينا منه 2006 فبعد ذاك الجيش حصلت له هزايم طبعا الجيش سيستم والجيش الطريقه يعني بتاعته بتختلف عن الطريقه بتاعته العلاج. بتختلف الجيش ده يخندق الجيش بتكتيك لكن ده حرب عصابات انتوا شغالين بنفس طريقه العمل احنا شغالين بطريقتهم احسن منهم بعد ذاك حصلت 2006 لو سمعت سقط اللواء بتاع امسيدر واللواء بتاع كرياري ديال بقيادة الفريق جامع بقيادة فريق تاني الجيش ما عنده حاجة إلا القيادة العامة هنا والفرق صحيح الجيش موجود والجيش لكن في الوقت الحاضر القوة الرئيسية ها تشتت الكلام ده 2000 2006 2006 2006 شهري من لغاية من شهر 6 و7 لغاية شهر 8 لأن احنا تحركنا شهر 10 بعد ذاك أنا ضربوا لي والله يقول لك كلام ما طرب ولا يستغفر الله العظيم انا جيت براي براك ثاني براي جيت لعبد الله مسار ده قلت لي يا اخي انا الكلام ده جبت انا والله قاصد لازم الناس يعرفوه عشان ما يتكلموا ساكت قلت لي يا اخي انا جاي قابل السيد الرئيس لان الجماعه تحت ديل كلهم قدرت محاولنا ما قدرنا كده نصل ل ل ل ل لنتيجه او يعني اشتغلوا معنا ما نقسم ظهرهم لكن كده دايرين احنا اسد نصل للرئيس ده كان الرئيس ده كله وصلنا الكلام نفس الكلام هذا عندنا راي لا بعد ذلك الحمد لله وصلنا سيد الرئيس وسلمنا عليه وكده وقلنا الحاصل قال لي تدارين شنو والله ما كان ثلاثه كلمات قال لي تدارين شنو قلت له سعادتك ان احنا والله دارين تشاركونا في السلطه دي مشاركه حقيقيه وترقونا ضباط زي ما رقيتوا الجنوبيين تجيبوا من الغاب ترصوا لهم رتب دي وتدوا لنا التنميه لاهلنا السايرين يمين وشمال ثاني ما دارين اي حاجه سيد الرئيس حلب قال والله يديكوا لي اثنين وثلاثة فعلا مشينا وجبنا ناسنا كلها 1000 نفر كلها كتيبة يعني كتيبتين تقبل وفي النهاية جنة 800 بس الحمد لله جبنا ناسنا دربناهم حوالي شهر شادول هنا جهزناهم تجهيز بسيط جدا الوقت ذاك لان الوقت ذاك العربات ما كثيره كلها كده 800 فرد وعرباتهم ما يتجاوزن 60 والحمد لله تحرك ثاني برضو قعدت مع سيد رئيس القياده قال لي يا اخي تدارين شنو قلت له ساعتك ما داري منك اي حاجه انا احنا فقط الكلام اللي انا قلت لك في البيت ما عندي زياده فالحمد لله مشينا تحركنا شهر 10 اول ما مشيت انا لقيت اللي هو القائد الفرقه ودوه جديد علي الشريف قلت له علي الشريف انت قالوا صعب وعسكريتك صعبه انت لو بتتعامل معانا بطريقتك دي ما حننجح تخليني علي كيف يا اخوي انت قول لي العدو هنا لكن تاني ما عندك ما شغله اول حاجه استخباراتك دي انا نظامي معاهم احداثي بدي احداثي انا وين الطياره تجيني لكن تاني ما داري منهم شغل عندهم معلومات الدنيا لها لكن تاني ما غير كده ما في اي حاجه بتقوم بدورك براك بقوم بدوري براي زي ما صاحبنا قال لي ضاع السياسه هو هذا نرجع لكلامه
فمشينا الحمد لله مشينا كتم مصنع طبعا كتم بجزء كثير من الناس قالت ماشيين يا اخوان ماشيين العدو قال لنا والله انتم مجانين العدو ده يا اخي عنده اكثر من 1000 عربيه وعنده تعرف دبش لهمك هنا بس في برمزني وبتمشي قدام مننا مجموعه تخلفت قالت 800 من هذه ثلاثة عربية دي نزلوا قالوا والله هذه الأخوان ما أنا ماشي لتهلكة من الأجل أخيانا نتوكل الحمد لله توكلنا مشينا أول ما وصلنا كرنوية وصلنا مبارو كرنوية لقينا ناس محمدين دي هناك جماعة مني لوك الدك طبعا في سلام ناس كويسين ناس معنا الحمد لله الآن جو عقيد معنا في الدعم السري لقينا هو كان رئيس الأركان ولكن ما عنده معلومات منورنا بعض الحاجات وكده طلعنا من كرنوية بالذكر للساعة 3:30-4 لقينا عندهم كمين في حتة اسمها غدير قدام من كرنوية حوالي 13 كيلو كمين مثلث كده شفت الخور واقع كده كل الحتة دي عملنا فيها كمين والله كان نفخ نار مننا ما بيطلع انت عارف الناس ديل الديدبان حاطين في الشدرة فوق نام في الشدرة ناس نجوا ماشيين طبعا كانوا معنا ناس مني جولوا ناس مني قال لهم هجوا لنا بس العدل والمساواة قال لهم اخواني ناس مني ناس من المقدمة حقتنا بس الذخيرة دورت الحمد لله انا معي زي 13 عربية هسه غايب نمشي هذا زي 13 عربية لقيت عربية حارقة طارحة بمشي وكده شايف لي دخان ثاني شايف لي دخان قلت رجعوا نادي اشتبكوا خلينا العربات دي في محل دي وطوالي مشينا طبعا العربات ماشية خطير واحنا ذات الوقت ذاك العربات سواقتها تعبانه وكذا ما فاهمين الحكايه كويس يا مدربين كويس ما مدربين حتى سواقه تعبانين فيها ايوه اي فشنو احنا طوال 13 عربيه دي تجاوزنا الحمد لله ما عطلتهم من الخور احنا وصلنا هم جارين نور وضربون بوري وشواريك وجايين علينا بس نزلنا لهم ما صبروا طق 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 دقيقتين رجعوا سكيناهم انا ذات الزول معي انضرب رجحت ورا ثاني الحته الناس فرقت الحته ما لقيتهم خلاص كشكشوهم حوالي يعني ساعه الا بعد ذاك هم حاولوا يلتفوا هم طبعا ما التفوا ما بغاتلوا كيف؟ بيلتفوا بالتفاف بحاولوا بيلتفوا كل ما يلتفوا بيلقوا عربيه بتضرب فيهم العربيه ما جايه من ورا كثيره كل ما يلتفوا بيلقوا عربيه فلاس شنو؟ قمنا سبناه والحمد لله هم حوالي 160 عربيه في الحته دي استلمنا منهم 26 عربيه حيه و40 عربية محروقة وسكينا من إنه دخلنا حدود التشادية وبالحال إحنا ما نعرف البلد بعد ده الحمد لله طبعا دي القوة الرئيسية لقينا قروش مقدام مدعوم من تشاد طبعا قروش تشادية والناس ما شاء الله قنمت كويس فالحمد لله سترنا شهدانا ما بتذكر الشهداء تقريبا 13 عندنا جرحى جات الطيارة الصباح أخليناهم بعد ذاك في الحتة دي مشينا الحتة بتاعت كرياني مع الحدود التشادية لفينا الحدود دي 3 شهور احنا لافين فيها نظفناهم الحمد لله بعد ذاك رجعنا بعد 3 شهور برضو عندنا مع معركة شهيرة جدا عملنا لهم كمين في الوخايم الساعة 12 الحمد لله برضو يعني ضربناهم ضربة غاسية جدا بعد ذاك ده الكلام المهم هنا بعد ذاك احنا لما 2006 احنا مشينا على كم تاني 2006 اول ما جينا طبعا انا عندي موعد مع السيد الرئيس انا دار اوصلك للحته دي طيب انا اسال واحد يقول لك حميتي ده ما تمرت انا اعتصمت وفي شيء مشروع وهسه السيد الرئيس جزاه الله موجود انا 12 شهر بعد الانتصارات دي كلها انا فاقد 25 شهيد و75 جريح اول جيت الفجر طردوني من الفاجر ناس عملوا مشكله قتلوا لهم واحد ترزي اطرس وقام طعن العسكري ضربوا دي القضية دي حكومة الولاية استغالت الزول الواحد المجلس الأمن اجتمع عشان القضية دي كل الحكومة دي من هنا ناس نافع الوكيل داك وزير الدفاع والأمة دي كلها مشت الفاشل عشان الزول الواحد وإحنا عندنا 26 شهيد و75 جريح والترزي واحد كويس القضية دي وشالوا دارين يعني والقناة مقفلين طبعا قبل إحنا القناة مقفلين الطرق في الفاشر كل الطرق دي مقفله هو التمرد كان جوا الفاشر بعد ذاك احنا فتحنا الطرق طبعا ترشناهم فتحنا الطرق
فتحنا كل المناطق هنا وهنا. بعد ذاك 3 يوم منتظرين طبعا وزير الدفاع سياسي ما عندنا بهم شغله، لكن وزير الدفاع المفروض يزورنا طبعا في معسكرنا في جدة السيل، او احنا كقيادات المفروض ابسط شيء يقول لنا يا اخي الحمد لله السلام وكده، والله يقول لنا يا اخي ليه عملتوا كده. ثالث يوم جينا هتكملوا محادثاتهم هم حنسوا ناس وديلوا كده. بعد ذاك قلنا ليه جينا قائد الفرقه يا اخوي انت وين الحكايه دي وين وزير الدفاع؟ قال وزير الدفاع سافر. وكمان اقول لك كلام اكثر من كده، ده هو ده علي الشريف الان موجود مسكين في المعاش لكن موجود. قال لي ادوكوا 72 ساعه تغادروا الفاشل. ليه كده سوينا عملنا شنو؟ قال لي بس كده 72 ساعه نغادر الفاشل، 72 ساعه تغادروا الفاشل. جيت للناس قلت لهم يا جماعه الحاصل 1 2 3، قال لي هناكلوا الفاشل ده بس. قلت لهم الحكايه دي كده ما بتقبل، نحن نمشي، احنا عندنا رئيس معيد مع السيد رئيس الجمهوريه، عندنا ناس نمشي. حاولنا نتحرك، ضرب لنا ساعة الفريق لو كداك زيادة عوضة وكان ليوة ضرب لنا قال لنا نجايكم فعلا جاء وطمن بقى طمن الناس يعني فيها صحي يعني ما أنا ما شال منا كتير لكن طمن الناس شوية. وبعد ذاك مشينا دارفور جنوب دارفور برضو قال لي جنوب دارفور ما تخشوها، قلنا لهم يا أخي وزعنا كل الناس لمحلياته او لولاياته لكن احنا 36 عربي جايين نياله، الراجل خليه ينتظرنا جايين بيوتنا لو في راجل بمنعنا اللي يجي. بعد ذاك ضرب بليل حسن مالك اعتذر لنا وكده سياده تعوض تكلم معه ومشينا بقينا تو شنو الدور جا دور شنو ده بعدنا دور الرئيس طبعا سيد الرئيس عشان ما نمشي نقابل سيد الرئيس 12 شهر انا بمشي وبجي 12 شهر انا بمشي وبجي من خرطه ما قدرت اقابل السيد الرئيس، قال لي مقابله السيد الرئيس دي ممنوعه ومستحيله. بعد ذاك اعتصمنا. قالوا تمرد. فعلا هم عملوها كده قاصدين. احنا صبرنا الحمد لله 6 شهور جينا راجعين بدون ثمن. وثاني الفاس بالمناسبه بني ادم ده ربنا ده وخليك كويس؟ 6 شهور برا ثاني قعدنا 6 شهور في ملغورة، بعد جينا راجعين جانا عماد عدوي لسه رئيس الاركان ده وجانا بس عماد عدوي وكان قائد الفرقة بشنو؟ ما بدون تمن ما في أي حاجة، قلنا له يا أخي نرجع بس فعلا رجعنا. قعدنا في أنا في المرغولة قعدت 6 شهور ثاني، بعد 6 شهور كده كم سنة؟ أنا ما سنتين 24 شهر. ناس خليل خشوا الخرطوم وبعد ده أنا ما خليتهم. أول الناس ديل ما تحركوا من 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 المدوب أنا قلت لهم أخوانا نادي جينا لكم الخرطوم. واحد قال اللي هو عباس ده قال لي أنت مجنون، قلت لي جني أنا خلينا نادي جاي جوا الخرطوم أقرب وقاشكم جني انا خلي فعلا. كنت بقى عندك معلومات ولا شيء؟ كنت عندي معلومات، عندي ناس جي منهم مشوا لهم وصلوهم وجوا راجعين منهم. طوالي لا بضرب بعد ذاك بضرب عليهم بضرب عليهم لان الناس خشش الذخيره، قال لي كده الذخيره ولا الداخل شيء عبد الرحمن. بعد ذاك انا وقفت منهم. بعد ذاك ما قلت الناس درنا عملوا لي كذا ولا، بعد ذاك جبت لهم قوتي. جبت لهم قوه اللي هي مشت العطرون وحرت الرهائن المصريين. كويس؟ وخلاص بعد ذاك شهر قوات الحدود من الاستخبارات جابوا شنو البريه زي الكلام هسه بيقولوا جماعه في المكيفات ده قوات دي المفروض تتبع للجيش والقوات دي والقوات دي ما تبعد الجيش. عندنا تجربه حرس الحدود الان اكثر من 20 اكثر من الدعم السريع تابع للجيش ما تفعلوه ولا شنو الان نفس الكلام صاحبنا اللي قبل يومين بيتكلم بنجي كلام الناس بيقولوا شنو عنكم بنجي يعني انا كده تجربه اصلا انت ماشي لك كويس في التسلسل التاريخي انا بس وصلتك الكلام ده كله عشان تعرف انه طلوعي انا بس طلعت لي أيوة. انا بس وصلتك المعلومات دي لو انا طلعت بحق ولا غير وجه حق بس ده الكلام انا اقوله كويس نعم. اها 2013 تحول تبقوا جزء من جهاز الامن تتوقع 2006 نعم انتوا بديتوا يا اخو حرس حدود نعم. بالكلام كله حكيته ده نعم جيتوا كيف بقيتوا جزء الدعم السريع بقيتوا جزء من جهاز الامن؟ والله يا اخي اول حاجه انضمامنا لجهاز الامن طبعا التمرد اتفحل وتحولت المعركه من دارفور لجنوب كردفان والناس دير شارفوا العاصمه على الطريق القومي ام روابه وبدوا خلاص يعني تحالفوا ما يسمى بالجبهة الثورية وبقى الحكاية خلاص يعني التمرد بقى قريب من الخرطوم طبعا
فنحن طبعا طلبنا السيد الرئيس. اول ما طلبنا السيد الرئيس طوالي لبينا النداء، ما قلنا انا طوالي واصلنا في، لكن فقط بس الانضمام لجهاز الامن، لان الجهاز احنا بنشوف يعني حسب تعاملنا معهم وكده، وعندنا تجربه في الجيش، فقلنا كده نجرب جهاز الامن، والحمد لله جربناه وجزاهم الله خير، ما قصروا في دعمنا وما قصروا في وقفته وما قصروا في معلومات، فالحمد لله القوات الان نجحت في مدار النجاح يعني مع الجهاز. طيب 2017 الان نتكلم عن تحول كبير، الان بقى في قانون وبقيتوا تابعين ل يعني عندكم علاقه بالجيش. نعم. وحنتكلم عن تفاصيله يعني برضو شوي، يعني كيف قادر تشوف الآن الوضع بتاع القوات الآن في التحول ده الجديد ده، القانون ده قادر تشوفه كيف؟ والله يا أخي القانون ده نحن سهل لنا كثير من المهام. قال يعني هو القانون أنا زي ما قلت ما في خلاف، ونحن كنا الحمد لله قوات صحيح تابع لجهاز الأمن لكن تابع لرئاسة الجمهورية للغاية الأعلى. والآن الحمد لله بقى عندها قانون. كيف تابع لجهاز الأمن وتابع لرئاسة الجمهورية؟ أيوة تابع لرئاسة الجمهورية. كيف؟ تابع لجهاز الأمن معناه أنتم أوامركم عند نعم، لكن إحنا تابع لرئاسة الجمهورية برضو. إحنا من أول يوم لو بتتذكر قلنا إحنا من السيد الرئيس دوم نتفك. إحنا لو لا تبعيتنا للرئيس صحيح الجهاز، لو قلنا أي كلمة في الجهاز نبقى جحادي النعمة. ما نقدر نقول أي كلام، جهاز ما قصر صحيح، الميزانية ميزانية الدولة والتوجيهات توجيهات السيد الرئيس، لكن ما في كتار بدهم توجيهات لكن ما بنفذها كويس، لكن احنا علاقتنا في العمليات غير القوات المسلحة بتحركنا، لكن تواصلنا مع السيد الرئيس مباشر. انتوا في الميدان بتكونوا عندكم علاقة بالجيش في الميدان؟ نعم. العمليات العسكرية عندكم؟ نعم. علاقة العمليات بتتلقوا نعم. الأوامر منهم؟ نعم. التحرك منهم. ما الدعم كل الحكاية منهم يعني. نحن بنخضع لتعليماتهم في العمليات. هاي. لكن ما في زنقات مثلا بتجيك مثلا يقول لك يا أخي امشي الاتجاه هذا، وهي تعرف الاتجاه هذا ما حينصرك ولا عارف ما فوق عدو، وهم يصروا من ناحية سياسية كده حصلت فيني في مقونية كويس؟ وزير الدفاع قال لي امشي 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 الطويشه من مقونيا امشي الطويشه، فدي انقذنا فيها السيد الرئيس. يعني لو مشينا مقونيا ما كان ضربنا العدو في شرق الجبل. كلمناه قلنا يا اخي احنا العدو مشى الطويشه دا يشتت مجهودنا او دا يشتت جهودنا ويخلي ناسه من شرق الجبل أو يتمكن في شرق، يعني يلفت الانتفاع من شرق الجبل. قال إحنا هنمشي شرق الجبل. قال لي لا يا أخي إنها حكاية من ناحية سياسية الطويش وكده. فقلت لي والله دي مشكلة طبعا كويس، الحمد لله صبرنا. اليوم عندك ضربت مليط فضرب لنا السيد الرئيس حل لنا المشكلة، قال لنا تفضلوا امشوا طوال شرق الجبل. الحمد لله حركنا قوة طوالي من ضربنا الساعة 11 حركنا قوة الساعة 12 أصبحت في الفاشر ضربت مليط، لعند الساعة 8 بلغوا مليط. يعني احنا تحركنا الصباح طوالي قفلنا شرق الجبل، انتظرناهم في شرق الجبل. فنحن علاقتنا مع السيد الرئيس قديمه. الان القانون ذاته انتم تابعين فيه للسيد الرئيس. نعم. القائد الاعلى للجيش. ده القانون الان. نعم. طيب يعني الناس بيفتكروا الكلام اللي بيتقال برضه في الاعلام وبرا يعني. أيه. بيتقال انه القصه دي قصه قبليه. الجيش قبلي. تقول شنو؟ والله يا قبيلة حميدتي. أو قبيلة العرب يعني عموما قبيلة حميدتي دي مليون يا أخي قبيلة حميدتي دي كمي. طيب أول حاجة الكلام ده والله ما صحيح. شو القوة دي الآن قومية كويس. أنا أعد لك من الناس بس المتمردين. هل أنا عندي أكثر من 50 ضابط من حركة التحرير والأدلة المساواة؟ أكثر من 50 ضابط. 50 ضابط ده الجيش ما حيكون كم؟ كتار طبعا. ده واحد. اثنين انا الان عندي اكثر من 67 قبيله جوا داخل القوه. والله 67 قبيله. 67 قبيله غير عرب؟ لا عرب وغير عرب. عرب وغير عرب. العرب يشكلوا كم؟ ما بعرف. ما عندك كتار طبعا. ها؟ كتار اكيد اكثر من ديل اكيد. كتار انا لازم يكونوا كتار. ليه؟ اي ما خلاص ليه دي خليها كويس.
لا ما خلاص ما لازم يقبل لأن هم في البداية هم الأساس كويس وأنا هذا معتمد عليهم بعرفهم ليدي لأني بعرفهم وبعرف أخلاقهم وبعرف أهلهم وبعرف الزول ما شو بقدر أجيبه في ناس أنا ما بعرفهم لكن الآن بالتجنيد الجديد ده الأربطة ما حيكونوا أكتر كويس أنا بنني الأزرق برا عندي منها آلاف الآن للأزرق جنوب كردفان كويس بمختلف مسمياتهم غرب كردفان قبل القانون الجديد بالتجنيد الجديد ايوه التجنيد قبل كده عندي منهم قبل كده عندي منهم في القوات طيب الجماعه ده مرات ايش بيعملوا مشاكل الكلام ده ما برضه جابته المشاكل الافراد او مجموعه من حرس الحدود انا بتكلم لك عن انه ليت كلام الدعم السريع حرس الحدود دي مهارات بجد طيب خلاص اقول لك الدعم السريع الان النازل بعضهم بيمشوا يعملوا مشاكل في حتات كثيره انت سمعته في التقرير وكتبته كان مع في المنطقة بتاعت الأبيض ولا في غير يعني فدي عاملة أنه القوات دي ما منضبطة القانون الجديد ده بيخلي فيه على الأقل مساحة بتاعت محاسبة رأيك شنو؟ طيب والله أنا داير أقول لك كلام أنت والله قلت كلام جميل جدا وجبت مشكلة كلام أحمد هارون والله أنا إحنا ما دخلنا في الإعلام السالب إلا أحمد هارون كيف؟ يا أخي قوة 5000 كويس طلع منا زول مشى سكر وضرب له زول قتله وقبضناه وسلمناه القانون القوة عندها زم زول واحد عمل له جريمة الآن خليه يجيب البلاغات اللي عنده احنا الفريق يعني عمل جرد لكل البلاغات الموجودة بلاغ واحد في الدعم السريع ثابت ما في كلها تلفيق كلها تلفيق ما في بلاغ واحد أهد على المعسكرات ده برضو غير كده نحن في الأبيض بتاع موبايلات ضرب واحد ضرب قال أسا دكان فلان نهبوه كويس طوال الناس نوصل لدكان فلان ده لقوه قال بالعكس والله الناس ده اللي بقوله بيدوني له ويهم الواقفين ده الصف للموبايلات احنا الأبيض دخلنا فيه أكثر من 40 مليار كيف؟ ما مرتبات صرفنا مرتباتنا في الأبيض كويس؟ تقدر كم صفهم؟ ما مرتبات متكررة طبعا لا لا يعني كم قوات الدعم السريع؟ كانت 5000 الوقت ده الآن؟ الآن ما أقدر أقول لك عدد 30,000؟ ما بس العدد ده معليش يعني بس لأنه قريته في الجريدة الليلة والله ده ما عندي لا أخبار اليوم جابته على لسانه ده ما كلام جريدة زي ما بقول لك كيف قالوا قالوا قلت انت انا ما قلت مشيرا الى ان اعداد قوات الدعم السريع حوالي 30,000 فرد والله ما قلت هناك قوات ما قلت والله ما قلت كلام جريد والله هذا كلام جريد اخبار اليوم الليل سالوا اسمع انت انا كلامي قلته ما مسجل هيا جيب التسجيل بس شوف كلامي قلته سالني السؤال ده قلت له ما بقول لك نفس كلامي ليه ما قدرت اقول ما بقول دي ما اسرار المين زر المين كيف اقول عدد قوات ده كلام مزح ما اقدر اقول لك يعني عاده قوات المنظمه الناس بيقولوا عددها يعني والله نحن ما بنقول الجيوش في العالم معروف عدد واخذوا حوائجكم بالكتمان خليها دي من الكتمان طيب هالناس قلت لك يعني انت بتفتكر انه الكلام عن المعسكرات الحصل في الحتات دي كله كلام تلفيق بحقي شوف نحن عندنا قانون الجهاز ده قانون صعب نحن عندنا محكمة ميدان والله بتحاسب اي زول والله نحن شوف ربنا في القرآن السكر ده السكر بيجلده 40 صوت 40 جلدة صح والله نحن بنرفده احنا ما عندنا سكر في القوة كون على علمك والله نحن نزول جانا ما بصلي رجع بصلي كلام الحصل في معسكر عيسى ابو شارد عيسى ابو شارد ايش المعسكر اللي حصلت فيه وين في مشاكل مع الناس وكده وين ده ما عيسى ابو شارد وين في القطين ده استطلاع ده القوات الاستطلاع ما نحن ايوه لما انتوا ما نحن والله ده نادر استطلاع ما حولهم جابوهم انا عندي قوه في حطاب اول ما جابوهم حطاب انا سحبت قوه دي منه ده ناس الاستطلاع يعني ناسكم عندهم مشاكل ما عندنا اي علاقه احنا مش قلت لك مش شغالين خلي حقنا القيم القيامه مش شغالين فينا كده ساكت كتبوا عليكم والله دار اقول لك كلام كله تلفيق حطاب وكله هسه انا الحمد لله عندي اكثر من 15 20 معسكر لعند الان الحمد لله ما عندي مشكله واحده ولو عندي مشكله داخليه انا حسمتها مشكلة داخلية أنا حسمتها طوالي أول حاجة أنا أي ذل بغلط ما برجع القوة كويس والغلط غلطة حقيقية بخش السجن هسه دخلناه من السجن مستجدين ما عندنا كلام زي لكن بيقول اللي يقول نسوي لهم شنو
هذول قال في التلفزيون شنو؟ قلت لي جيبك بديت تتكلم عنه. لا ده خلاص انا اعتذر. خلاص اعتذر هاي ليه اعتذر وخلي جزاه الله خير. يعني علاقتك بموسى هلال من هالود عمي؟ علاقتي بسمن على عسل. ما في خلاف ما في ولا حيكون في خلاف ولا في حتة تانية كلام بينك وبين وزير الداخلية. داخلية اني بقى شنو كيف جبل عامر؟ لا ده وزير الداخلية انا اخدي بقى شنو؟ ما عندي بقى حاجة وزير الداخلية ظل محترمة جدا ما عارف شنو. لا ما عارف حاجة انا والله. مشيت في البرلمان الكلام عن انه قال في اجانب في جبل عامر انت قمت رديت. ها ده كلام يعني. طيب حسيت لو قالوا في الاستوديو ده في عساكر اثنين وانت عارف ما في تقول في اثنين. انا ما وزير داخليه. لا لا مثلا لو انا مدير القناه قلت كلام بيبقى كلام مسؤول طبعا بلا شك لانه مدير القناه. اما نبقى وزير الداخليه انا بضرب لك مثلا بقى كلام مسؤول. انا بضرب لك مثلا هو قايل الكلام. انا ما عندي شغل اسمع. انا ما تورطني ما كده اقول لك اسمعني اسمع كلامي. الكلام اللي بيقوله زول مسؤول عنده قيمه. الكلام اللي بيقوله زول ما مسؤول ما عنده قيمه. طيب يا استاذ الظاهر انا ما ردي لي. انا وزير الداخليه ما عندي ما هو شغاله بس جبل عامر لعند الان ما فيه اجنبي وما فيه ذول حامل سلاح وجبل عامر امن وجبل عامر ما عليه اي. الكلام اللي قالوه ده ما صحيح بقوله الان انا ما صحيح. ايوه كان قال وزير داخليه وكان قال اي ذول ما صح الكلام ده. ما ممكن انا اقول انا قوتي موجوده في جبل عامر. كيف يعني جبل عامر فوق قواتك انت بس؟ معقوله الحكايه دي؟ لا لا موجوده الجيش موجود. يا اخي اسمع موسى هلال ذو زعيم اداره اهليه موسى هلال تابع الحرس. لا ما خلاص هو تابع لحرس الحدود. حرس الحدود موجود في جبل عامر في معدنين حرس حدود وفي عساكر حرس حدود موجودين في احتياط مركزي والجيش موجود. الجيش عنده كتيبه موجوده ما اعرف عنده موقع موجود كويس. بعدين يا اخي زاد الكلام ما مقبول. كان قالوا 10 ولا 5 نفر 3000 مغاتل بسلاح باسلحه ثقيله ما عندنا احنا فينا وجبل عامر ده نص البلد. المقصود ما في حدود. والله انا ما تساله تسال البلد. لا لا تسال من اتقال. ايوه اما اتقال كلمه تجارب لانه برضه تكلموا. والله يا انا ما عندي ماشي. انا بقول ما موجود بس لكن قام لي شنو وقال لي ده ما شغل يعني. لا لا خليك منه عليك منه خلينا في انه ذاته. الناس كانوا يفتكروا انه حتى ذاته الدعم السريع فيه ناس ما سودانيين. الكلام ده قاعد يتقال. الله يخليه يطلعوه الوزير يسوي له شنو. طيب اللي بيقول ده اخوي احنا منعه كيف؟ الدعم السريع ده سودانيين بل احنا بنجند الان بالرغم الوطني والشيخ والعمده والناظر كويس؟ اكثر من كده السوداني ده ثاني بنسويه كيف؟ بنطبعوا له حاجه فوشي اقدر سوداني ولا كيف؟ ما عندنا كلام زي ده والله. ناس سودانيين ونجيب منون الما سوداني؟ كده ونجيب منون؟ كده الامتدادات بتاعتها ما في كلام زي ده والله. والله كلام زي ده القبليه والله اسمع ده كل كلام متمردين وناس عندهم اجنده كويس وجندتهم دي الحمد لله الان ماشي تتلاشى. احسن لهم ينضموا للناس ويخلوا البلد تمشي لقدام. ده اللي دمروا البلد دي. انت شاعر بانه الناس هنا في بيقولوا يعني الان الكلام بتاع انه في مشاكل وكده وهنا بتتقال برضه في الخرطوم يعني بشكل كثير. الحكايه دي عامله لك ازعاج زي شنو؟ كونه يعني في قوات الدعم السريع دي عامله مشاكل وما منضبطه وكده. يعني شايفك انت زي شاعر وانه انت قمت بدور والناس ما قابلوا كده بتقدير ولا شنو؟ والله الشعب السوداني كله مقدر. دير انا بتغل بهم. انا قلت انا مره قلت الشعب 95% من الشعب السوداني معانا كويس. والدليل على ذلك امبارح البرلمان ده الزول بيقول له واحده بتقول له واحده بقى 99 مش 100% معانا او ممكن نقص درجه واحده. وقال لك الكلام ده انا ما فهمني كلامه. وبعدين انا ذات ما بقرا واصاب والنصايب دي انا ما شغال بها. ما بتشتغل بها؟ ما بشتغل بها نهائي. بيجوا لي يا اخي قالوا كده بقول لهم اللي يقولوا العارف اذا مستريح نسوي لهم شنو يا جماعه كويس. الوصاب ده قالوا ما بيتراغب وما بيتلقي وما اهنسوا لهم يعني خلوهم لي الله. لكن الشعب السوداني كله معانا. احنا ما بنشوف دين نمشي الشعب السوداني. المساجد دي كلها بتدعي لنا احنا جزء من الشعب السوداني. المساجد دي كلها بتدعي خدمة القرآن دي. أي خدمة القرآن في مسجد ما بتفوتنا من الدعاء. تعال أكثر من كده نسوي والله يوصلونا الناس. والله يوصلونا الناس. والله كم واحد يقول لي أنا في الحلقة الفلانية النادي اللي قالوا عندي عمي قبل يومين ضرب لي قال لي والله العظيم في حلف الختمة النادي اللي قالوا كذا وكذا وكذا ودعوا لكم بالخير. أيوه وكثار جدا بلقاهم في السعودية دي في العمرة في كده بدعوا لنا طوالي.
فنحن ما ديل ما ناس واصحاب ديل ما شغالين كذا كويس. نرجع للقانون. القانون ده حصلت فيه تعديلات امبارح كده. قول لي رايك في القانون ده شنو التعديلات اللي دخلت، وحتى شايف التوصيه بتاعت وزير الدفاع شالوها، بقى التعيين طوال من السيد الرئيس صحيح؟ نعم. طيب هل القانون ده انتو كيف؟ القوه تابع للقائد الاعلى وتلغيهم برق القائد الاعلى. الحصانات انتو ممكن تكونوا انتو الان علاقتكم شنو بالجيش وعلاقتكم شنو بالامن؟ هسه انتو لا بقيتوا تبع الامن ولا بقيتوا تبع الجيش؟ شنو وضعكم يعني الان؟ بين بينه ولا شنو؟ والله انا هنا هو منك عارف منك. هو جزء من الجيش، ما جزء من الجيش ولكن تابعين للقائد الاعلى السيد رئيس الجمهوريه. ينطبق عليكم ينطبق على الجيش؟ بنطبق على الجيش بنطبق علينا. بنطبق على الجيش بنطبق علينا. خلاص ودعتوا الجهاز؟ الجهاز جزء مننا وناسنا. لا يعني خلاص التبعية لا من ناهية بعد القانون تبقوا تبع الجيش؟ بقينا برانا. لكن في القانون ما في كلام انكم انتم جزء من الجيش، لكن قوة منفصلة يعني، قوة منفصلة بس تبع القائد الأعلى. نعم. لكن ما جزء من الجيش. جزء من الجيش مذكور في القانون، جزء من الجيش. جزء من الجيش. جزء من الجيش. طيب امبارح التعديلات شنو كده، كلمنا التعديلات اللي حصلت شنو؟ والله التعديلات انا قريت اللي بيهمني موضوع توصيه وزير الدفاع. الباقي مع القانون وجبته مع ياسي وما عارف ما اشتغلت بالقانون؟ ما اهتميت به؟ انا والله ما اهتميت بك. ليه؟ ما انا واثق انه هو موكل به وزير الدفاع والمستشار القانوني. طيب انت ليه اهتميت بالتوصيه بس؟ ما أنا في النهاية تابع للرئيس الجمهوري. قريته شفته اللي جيت فيه التوصية دي لهمتك. الباقي بقى همك. طيب الهمتك دي ما لكوش بتكون قريته. قريته نعم. المين ما في خلاف كثير. أنا في الشايف وما في خلاف كثير. أنا والله داري أقول لك كلام. طيب الخلاف شوية في شنو؟ ما كثير شوية في شنو؟ ما في خلاف. قلت لي ما في خلاف كثير. ما في خلاف. قلت لي في خلاف. ما قلت لك بس حكاية توصية وزير الدفاع. المشكلة فيها شنو؟ ما توصية. توصية بس. توصية لكن ما القائد الأعلى. ما أنا تابع أنا غير تابع القائد الأعلى. أنا بتقابل مع وزير الدفاع في القائد الأعلى. أي لكن بعدين دي ناس قانونيين وضعوا الكلام ده، أنا ما وضعت. أنتوا اعترضتوا على التوصية دي؟ ما اعترضنا. طيب ها؟ ما اعترضنا. ما قلتوا ولكن براءه السيد الرئيس براءه غيروا أو اتفقوا. في النهاية قلت لك ده المستشار القانوني. ده اختصاصه وده شغله وهو طلعه. احنا ما علينا إلا سمع وطاعة ونحيي بس. تاني ما عندك حاجة في القانون ده. طيب مستقبلكم شنو؟ شايف نفسكم شنو الان؟ المهمه الرئيسيه الان ما في تمرد في دارفور. نعم. عمليه. نعم. قادر تشوف مستقبلكم كيف؟ طيب احنا الان في 6 شهور دي ان شاء الله مستقبلنا. خطتنا اول حاجه نقفل الحدود. قفل الحدود. كل حدود مع الدول المجاوره. كويس عشان نثبت الجديه لرفع العقوبات والمحكمة الجنائية عن السيد الرئيس والأخوان في المحكمة في الأسماء واردة. إحنا لازم نجد في مكافحاتنا. قبل إحنا شغالين بنسبة 20% الهجرة غير شرعية، الآن هنشتغل بنسبة 50%. كويس، لأن الشيء بالشيء. يعني إحنا أصلا ما هنشتغل، نشتغل بالمثل، التعامل بالمثل. الحكايه دي بتجيكم اوامر ولا بتجينا اوامر؟ طبعا الاوامر. الاوامر طبعا. تمام. لكن بنقعد بنتشاور، بنقعد بنتشاور. احنا عندنا راي برضه ساكت يعني. بنقعد نتشاور برضه. كويس عشان نتحرك. لكن بنجيب اختراع. بيكون طبعا مجلس السي بيقى في مجلس، بيقى في مجلس فوق هاي. 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 كويس. فنحن بنجيب اقتراحنا من فرم البريه، نتعامل مع البريه طبعا. بنجيب اقتراحنا يا جماعه، خطتنا 1 2 3، نقعد نتفق ده لا ده كده لا، نتحرك. فاحنا ان شاء الله في الستة شهور دي احنا ده كنا دايرينها الحمد لله. وكفى المنشر القتال. ان شاء الله الناس ديل يعقلوا يجوا السلام. هي ما 6 شهور، هي سنة. لأن جاي الخريف، الخريف ده ما حيخليك تشتغل. كويس؟ لكن نتمنى أنهم يجوا السلام. لأن دي فرصة كافية بالنسبة لهم. وبرضه احنا ما نقعد مكتفين الأيدي. كويس؟ في 6 شهور دي خلاص في سلام، احنا بنقول نكبر المخدة. لا لا، احنا ده بنجهز. احنا دائما نشد ميكروب قاشنا. وقالك الكلام ده. ونحن بنكون الان الهجره الغير شرعيه، قفل الحدود مع جراء الدول المجاوره، منع الارهاب وتجاره التجاره بالسلاح، وشغل كثير جدا. ان شاء الله حنكون يعني
وعشان نثبت للناس دي لانه احنا فعلا صادقين مكافحة ال 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 الحكاية السالبة دي. يعني قاعدين ما القوات دي في النهاية مستقبلها بعد ما تنتهي من مهمتها دي خلاص تكون جزء من الجيش ولا حيكون وضعها شنو؟ حيكون وضعها قوات الدعم السريع تتدرب وتتأهل وزيها زي أي قوات في العالم. أيوة تظل موجودة حتى ولو انتهت المهمة بتاعتها. نعم يعني خلاص المهمة انتهت شلوها الدواء ولا كيف؟ لا تمشي للجيش بس تندمج مع الجيش. هي جيش الآن هي الآن جيش تدمج يعني تبقى خلاص ما بتبقى حاجة هي ما مليش عشان تدمج هي أصلا قوات هاي معلوم كويس هي ما هي ما بس الآن عندها وضع عندها وضع مميز صحيح؟ والله أقول لك كلام نحن سند للجيش كويس وزينا زيادة زي الدول الثانية ما خلاص نحن ما هي سنة نحن عملناها برانا في السعودية في القوات دي في التشيات القريبة دي في القوات دي تابع للحرس الجمهوري تابع للرئيس الحرس الوطني تابع للملك كثير انتوا زي في وضعية الحرس الجمهوري يعني الحرس الوطني الحرس الجمهوري الحرس الجمهوري في التشيات تابع للرئيس ما بحرك ولا الرئيس كويس الحرس الوطني في السعودية ما بحرك ولا الرئيس كويس فنحن ما عملنا حاجه بدعة عشان الناس تتكلم فيها ونحن ما بالنسبه للدمج نحن ما بندمج يعني احنا اصلا قوه موجوده وبتدي في مهامها ما بتدمج انا شاكر لك كثير لكن ما خليتني زول قبل ارد له بس ما قلت ما قدرت ارد عليه لا الزول بتاع اللغاء لا بتاع الجريده ما ارد عليه قلت بتاع اللغاء طيب قوله طيب والله انا شاكر للزول ده في منه والله يا اخي نسيت اسمه طيب كان حوار قبل يومين فكلامه كلام كويس وكلام وطني يتكلم عن المعارضه فعلا انه لكن جاب حميدتي جاب هي سالته في 3 دقائق ادت في 3 دقائق سالته من الدعم الغام من الدعم السريع فقال هو تكلم عن الدعم السريع كويس قال دي قوات خاصه وزي وزي في بلد تكون قوات خاصه لكن ما ممكن اقول حميدتي الملكي كويس انا ما زعل لي كلمه ملكي لكن داري في الملكي ده العسكري ده بلده من بطن امه كده عسكري ولا بعد بيتأهل بعد يلدوه وبيقرأ وكده وبيمشي اثنين لو اللي ذول خش الكلية الحربية عشان يبقى عسكري يبقى ضابط معناته الضباط الصف دي ما كده لو أحسن الضباط برامي يقودوا جيشه كويس أنا عمري في 11 سنة في الجيش والآن في الجهاز 4 سنين 17 سنة الآن في الجيش كلها قد ملكي بس يقولوا اللي هو دي كبير كثير عليه شيء كثير عليه مش كده بالله عليك في ذمتك في ذمتك كثير عليه العمر كده كثير لكن قلت لك انت في ذمتك كثير عليه بتقول بس بينك وبين الله بطل ذمتك بس انا شوف ارجع لقانون الجيش لا من ناحيه العمر ده بده شنو طيب بتكون شنو مش العمر انا اللي ادوني شفت اقود انا بمسلوم انا ادي بمسلوم مع دفعتك بيقولوا الزول بمسلوم مع دفعته حتى لو جاء يشوفوا دفعتهم بالدولي بس ممكن تري عليك اللي ودي بس هو قال ما ممكن يناي وقال بيعمل شرع في السياسة ده البقوات القانون ده هو السياسة دي كده طيب قول لنا في السياسة الله بضحها أنا رأيك شنو السياسة بتاعت شنو تحت القتال دي الميدان يعني الميدان أي ما لغاية بضعة طيب خطة بتاعت الميدان وكيف يعني أنا بقول في الحتة دي مفروض الواحد يدي ذول حقه وانا ما زعلان عليه اقول له يا اخي لا شكلك زعلان لا ما زعلان والله زعلان كان ما زعلان ما كان مسكته لك 3 يوم في بطن كلاس شكرا جزيلا للسيد اللواء محمد حمدان حميدتي هذه محاوله للاقتراب من قوات الدعم السريع بعد اجازه القانون بالامس كثير من النقاشات حولها وكثير من الصور الذهنيه حولها افتكر اجابات السيد اللواء واضحه بعد الفاصل حنجي راجعين تاني سنلتقي بضيف صالون سودانية 24 وهو الشيخ الأستاذ أحمد عبد الجليل النزير الكاروي خليكم معنا.